برحب بحضراتكم مره ثانيه. يمكن المحاضره الفنيه بيتسو موسيماني واللاعبين لسه خلصانه حالا، نتكلم معاهم في كل حاجه في التاكتكس، خطه اللعب والتشكيل اللي هيبدا بالمباراه. خلينا نروح بس لمدرب المنتخب المغربي السابق بادو الزاكي اللي معانا على التليفون. مساء الخير عليك. مساء الخير اخت ساره محسن وضيوف الكرام. مساء الخير. طبعا احنا بيشرفنا واحد من اهم واشهر حراس المرمى في تاريخ الكره الافريقيه، والحقيقه واحد من اهم الاسماء في عالم الرياضه والكره المغربيه، كابتن بادو الزاكي. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا الاخ احمد، ومرحبا بكم مره، ومرحبا بمستمعي الكرام القناه الاهلي. خليني اسال حضرتك، يعني من وجهه نظرك الفنيه، شايف ازاي مباراه النهارده بين الاهلي والوداد المغربي؟ أقول صراحة فهي مباراة صعبة على الفريقين بجوج، بحكم الظروف اللي جات فيها المباراة، وكذلك ظروف الوباء اللي يجتاحي العالم، وكذلك كنعرفوا فريق الوداد أكمل الموسم الحالي بصعوبة بحكم اللاعبين المعطوبين، وكذلك بعض اللاعبين اللي تقاسوا بوباء الكوفيد 19. لهذا تنظن بان المباراه ديالهم امام فريق الاهلي ما غادي تكونش مباراه سهله لفريق الوداد، لان الفريق الوداد غيواجه فريق عنده تجربه كبيره، عنده ثقافه الالقاب، عنده لاعبين مميزين، وغيجي للدار البيضاء باش يمكن له يحصل على الاقل الخسارات، او يحصل على نتيجه اللي يمكن لها تخول له الفوز. أيوة. بالبطاقه الدور. ولكن فريق الوداد تنظن كذلك هو عازم باش يمكن له يرضي الجماهير تاعو، رغم الوضعيه الصعبه اللي كيتوج فيها بحكم الاعطاب ديال اللاعبين اللي عنده.